إن الهدف من هذه الحوارات هو السعي نحو تعزيز تبادل الخبرات والمعلومات. And open finance then really goes well beyond open banking in terms of the inclusion of the number of different types of businesses and services that can be included in that. They're all Saudi developers, engineers, teams that are raising venture capital, that are going out, the VCs are available. الاقتصاد الإسلامي حقيقة هو اقتصاد التطوير والتنمية الحقيقية. المنشآت الصغيرة وثنائية الصغر والمتوسطة وهم مولدين للوظائف ومشاركين بالناتج المحلي الإجمالي. بالتأكيد هذا اللي داخل فيها هو ذكاء اصطناعي بحث ياخذ المدخلات هذه وبناء على معطيات معينة يعطيه تقرير ائتماني أو على الأقل تصنيف معين أنه هذه تصنيفها ألف باء وغيرها بحيث أنها خطيرة أم لا. صدر بيان صحفي عن معالي وزير المالية عن إطلاق الجائزة العالمية للمالية الإسلامية.